كتعرفوا مباشرة هذا الموضوع تناقش في الأسبوع الماضي خاصة بعد النجاح الكبير لهذه العملية ديال العودة ديال مغاربة أوكرانيا واللي الحمد لله هذه العملية بفضل التوجيهات الملكية السامية وبفضل الاستباقية ديال العمل الحكومة والانخراط ديالها القوي تمكنت الحمد لله بلادنا أنه في ظرف قياسي وفي ظروف جد 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 جيد جيدة أنه المغاربة ديالنا طلبة يعودوا الأرض الوطن وما يكونوش موضوع يعني ديال شي خاطر من اي نوع وزاره التعليم العالي كانت طلقات واحد المنصه الاسبوع الماضي لاحصاء هؤلاء الطلبه ونعرفوا التخصصات ديالهم والمستوى اش تيقراو الى حد البارح 8 مارس 2022 4885 طالب تسجل على مستوى هذه المنصه 3744 اي 77% منهم يتابعون دراستهم في تخصص الطب والصيدله وطب الاسنان بينهم 220 في طور التخصص 882 طالب اي 18% يتابعون دراساتهم في في شعب الهندسه المعماريه والهندسه اما طلبه اللغات وعلوم البيطره والاقتصاد والتدبير والقانون فعددهم 238 طبعا كتعرفوا هذوك اللي كيمشيو في السنه الاولى كيكون كيكونوا يلا كي كيقراو اللغه هذوك ما مطروحش ما مطروحش المشكل عندهم بصفه عامه فالحكومه الان كتدرس خيارات متعدده منها الخيارات ديال فتح حوارات مع الدول القريبه بالنسبه للطلبه اللي باغيين يكملوا في نفس المجال يعني قريب من المجال الجغرافي ايضا هناك اجتماعات الان تعقد على المستوى الداخلي من اجل دراسه ملائمه الدفاتر البيداغوجيه لدراسه امكانيه التحاق هؤلاء الطلبه بالكليات وكاين طبعا طلب لك بعض الشعب ديال القانون هادو ما تروحش مشكل في الدفاتير البيداغوجيه ما بين بلادنا والبلدان التي كانوا يدرسون فيها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا